بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم، مشاهدينا في كل مكان، تستمر انطلاقات سن الحقائق من هنا من ميدان الشحانية ونقلا حيا مباشرا عبر شاشات قناة الريان، حيث يتواصل أبناء الخليج في هذا اليوم في ثاني أيام السباق المحلي الثاني واستكمال مسيرة الحقائق في ثاني أيامها. ننطلق مع المركز الأول في هذا الشوط التاسع الخاص بالإبكار. المركز الأول الحذرة حمد بن محمد بن ناصر آل بريد المري مع المركز الأول وثاني المراكز شعار الحفار مع الضبية حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري، والمركز الثالث الداودية محمد بن عبد الله بن جابر آل بريد المري، ورابعا تحتل وتنطلق فيه في هذه اللحظة الذيبة أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي، والمركز الخامس شعار البريدي ينطلق على خامس المراكز ويندفع ليكمل مسيرة المراكز الخمسة الأولى على المركز الخامس. هذه مسيرة المراكز الخمسة الأولى، ونعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى شعار الحفار. على المركز الأول الضبية حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري مع المركز الأول. المركز الثاني هناك من الجانب الآخر، وهذه المنطلقة الداودية محمد بن عبد الله بن جابر آل بريد المري. على المركز الثاني تنطلق وتدخل زعفرانة عبد العزيز بن حمد بن عتيق آل بريد المري، وهنا شعار القرشي ينطلق ويتدخل ومن العمق يسير وينطلق شعار علي بن محمد بن فهيد آل فهيدة مع سليل. اللحظات الأخيرة خلاص، اللحظات الحاسمة الحاسمة. هناك شعار الحفار على المركز الأول، مع المقدمة، مع الصدارة، الشوط. هذه الضبية في المركز الأول. المركز الثاني شعار ألف هيدا على المركز الثاني، ولكن الضبية تبقي السلامة في الشحانية، أهالي الشحانية مع الضبية على المركز الأول، وشعار متميز شعار الحفار. تهانينا والناموس لمالك الضبية حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري على فوزها في المركز الأول. تهانينا والناموس المركز الثاني سليل علي بن محمد بن فهيد آل فهيدة المري. المركز الثالث نغم نايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري. المركز الرابع الداودية محمد بن عبد الله بن جابر آل بريد المري. المركز الخامس الذيبة أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون، تهنئة نزفها للحفار من فاز معنا في هذا الشوط وقامت راس وانهت الشوط راس الضبية. وهني مالكها حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري على فوز الضبية بالمركز الأول في شوطنا التاسع. توقيت الزمني لحظة وصول الضبية إلى خط النهاية 2:59 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري. ثانيا 2:59 جزء من الثانية. هذه سليل علي بن محمد بن فهيد آل فهيدة المري. المركز الثالث هذا شعار الهاجري 3 دقائق بدون ثواني 29 جزء من الثانية. وصلت نغم لنايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري.